وهذه الطريقة اللي أنا براها صحيحة في الكلام على الأخوان المسلمين، لأنه في شيوخ في بلدان معينة واحد بيتكلم عن الأخوان المسلمين من ناحية سياسية فقط. لا 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 لا، أول انتقاد على الأخوان المسلمين العقيدة والتوحيد، دي الطريقة الصحيحة في انتقاد أي حزب أو جماعة منحرفة. تمسكهم أول حاجة في العقيدة بتاعتهم وعلاقتهم شنو بالتوحيد وبعدهم شنو من التوحيد، لأنه ده أصل الإسلام يا جماعة، وده أصل الدين. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ده الدين، ده دين الإسلام كده. طيب أول حاجة الأخوان المسلمين صوفية، أصحاب عقيدة صوفية قبورية فاسدة. جيب كتاب المذكرات الدعوة والداعية لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا المصري، ده الرئيس بتاع الإخوان المسلمين، وهو نجر الفكرة دي من مخه بتاعت حزب الإخوان المسلمين، ما كانت فيه. طالما هو نجرها ده بيدينا فائدة، إنه حزب الإخوان المسلمين ما عنده علاقة بالدعوة الصحيحة الجبهة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أول زول جاب الفكرة دي هو منه حسن البنا، دي فكرته، ده ما منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب في كتاب مذكرات الدعوة والداعية الصفحة 22 وانت ماشي بيوريك انه اصلا هم صوفية بتعين قبب وقبور وما يسمى كذبا بالحضرة النبوية والحاجات دي. قال حسن البنا الطريقة الحصافية، هذا هو العنوان، قال وفي المسجد الصغير رأيت الإخوان الحصافية، ودي طريقة صوفية في مصر اسمها الطريقة الحصافية، قال رأيت الإخوان الحصافية يذكرون الله تعالى عقب صلاة العشاء من كل ليلة، وكنت مواظبا على حضور درس الشيخ زهران رحمه الله بين المغرب والعشاء، فاجتذبتني حلقة الذكر بأصواتها المنسقة ونشيدها الجميل وروحانياتها الفياضة. عجبوا شغل منو؟ شغل الدراويش. شوفوا زول الدرويش كيف قال، وتوطدت الصلات بيني وبين شباب هؤلاء الإخوان الحصافية اللي هم الصوفية، ومن بينهم الثلاثة المقدمون الشيخ شلبي الرجال والشيخ محمد أبو شوشة إلى آخره. قال وفي هذه الحلبة المباركة اللي هي بتاعت الصوفية دي التقيت لأول مرة بالأستاذ أحمد السكري وكيل الإخوان المسلمين. الشغلة جايطة، ده جاء الرئيس بتاع الإخوان المسلمين جاء خشة مع الصوفية، لقى الوكيل بتاعه وين؟ برضه جوا الحلقة بتاعت الدراويش، كلهم دراويش. طيب قال فكان لهذا اللقاء أثره البالغ في حياة كل منا، ومنذ ذلك الحين أخذ اسم الشيخ الحصافي يتردد على الأذن فيكون له أجمل وقع في أعماق القلب. صوفي من أمه. قال وأخذ الشوق والحنين إلى رؤية الشيخ والجلوس إليه والأخذ عنه يتجدد حينا بعد حين، وأخذت أواظب على الوظيفة الرزوقية صباحا ومساء. ده بقى درويش عديل. في الصفحة البعدية قال صفحة رقم 26 قال واستيقظت وكل شوق وتقدير وترقب لحضور السيد عبد الوهاب الحصافي نجل الشيخ رحمه الله لأراه وأتلقى عنه الطريق، ولكن لم يحضر في هذه الفترة، إلى أن قال وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور وواظبت على الحضرة. طبعا الصوفية عندهم نوعين من الحضرة، حضرة إلهية زي ما عند الطريقة التجانية في كتاب الجواهر بيقولوا الله سبحانه وتعالى بينزل بيجي بيقعد معهم، وعندهم حضرة نبوية ودي المشهورة بيقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي من قبره بيجي هنا في الشكينيبة والكباشي وزريبة البرعي ومحل الركيني وكده. والصوفي لما يكون ماشي الحج ما بيقول ماشي الكعبة،
يقول ماشي أزور قبل الرسول. طيب ما قلت الرسول في الكباشي؟ عشان تشوف أهل البدع دي المتناقضين وكذابين ليتو درجة. قال وصحبت الإخوان الحصافية، ده حسن البنا، بدمنهور، وواظبت على الحضر في مسجد التوبة في كل ليلة، وحضر الشيخ السيد عبد الوهاب نفع الله به إلى دمنهور وأخطرني الإخوان بذلك، فكنت شديد الفرح بهذا النبأ، وذهبت إلى الوالد الشيخ بسيوني ورجوته أن يقدمني للشيخ ففعل، وكان ذلك عقب صلاة العصر من يوم 4 رمضان سنة 1341 هجرية. وإذا لم تخني الذاكرة فقد كان يوافق يوم الأحد حين حيث تلقيت الحصافية الشاذلية عنه وآذنني بأدوارها ووظائفها. إذن حسن البنا يا جماعة صوفي بلا منازع. طيب شوف لحد الآن ما قلنا شيخنا بن باز قال فيهم، ده كلامهم هم. طيب وفي الصفحة 32 قال نزلت دمنهور مشبعا بالفكرة الحصافية، ودمنهور مقر ضريح الشيخ السيد حسنين الحصافي شيخ الطريقة الأول. مشوا وين؟ مشوا الضريح اللي في دمنهور ده، زول بتاع قبب وأضرحة، ولا يمكن طريقة أسست على التبرك بالقباب والأضرحة والشرك بالله تقدم للأمة شيء فيه خير أبدا يا جماعة، إطلاقا ما ممكن. والأخوان المسلمين ما بيقدر يتكلموا معانا ولا عننا كلام زي ده، ما بيقدروا والله في العالم كله ما يقدروا. ليه؟ تنظير بس، يقول لك هؤلاء وهابية وهؤلاء كذي، تنظير. لكن احنا بنتكلم بالوسائخ حقتهم هم، وبعد ده أغلبهم ما دارين يقتنعوا، عشان تشوف الحزبية البغيضة والبعد عن إرادة الآخرة. الزول لو داير الآخرة بياخذ الحق ويقبله ولو من أي زول، لكن دي الناس مجرمين، ويرون ويظنون أن الحق يتعارض مع مصالحهم الجيبية أو الكرشية، عشان كده ما بيقبلوا الحق الناس دي. طيب قال وكنا في كثير من أيام الجمعة التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة، حيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا، فنقطع المسافة في 3 ساعات وهي نحو 20 كيلومتر، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح. وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريق الحصافية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود. قبة لقبة، ضريح لضريح، فكي لفكي، صاحبك حوام لافي شايل بوجته ولافي من قبة لقبة ومن ضريح لضريح، ده المؤسس ودي عقيدة المؤسس واحد. طيب عشان كده يا جماعة طوالي أتباعوا لليلة، أتباع حسن البنا لليلة صوفية النازل، حتى الإخوان المسلمين القاعدين في السعودية اللي هم سعوديين وقروا في الروضة القواعد الأربعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والأصول الثلاثة لشيخ الإسلام، وقروا في الابتدائي كتاب التوحيد، وقروا العقيدة الطحاوية والواسطية والحموية والتدمرية، في النهاية لما يبقى أخو مسلم بينسى العقيدة الصحيحة دي كلها ويرجع يبقى صوفي. وهشوف الآن شغل مقطع رقم 1 لواحد سعودي اسمه محمد موسى الشريف، شوف الزول ده بيأصل للعقائد بتاعت الصوفية اللي قاعدين نحاربها نحن في البلد دي. هو هنا وقرأ التوحيد 30 سنة بيقرأ بالتوحيد، في النهاية لما بقى أخو مسلم رجعوه تاني بقى بصوفي، لأنه أصلا المرجعية بتاعت الأخوان المسلمين شنو يا جماعة؟ صوفية، مش صوفية ساي، قبورية شركية، دي المرجعية بتاعت الأخوان المسلمين. عشان كده حسن البنا ذاته لما أسس الوهم دي قال أيها الرفاق
إن حقيقة دعوتنا حقيقة صوفية. طيب،